اهلا بيك استاذ محمود، استاذ احمد. بعد ما بعنا الشقه لحضرتك في مكادي واشتراها استاذ محمود، وطبعا بقى قول لنا ازاي الديل تم، حضرتك مبسوط وكده، الورق خلص بسرعه، استلمنا المبلغ، والشغل يعني كان ايه اخباره يعني معانا؟ كل حاجه كانت بسهوله وبسلاسه، والعمليه كانت مرتاحين جدا، وإن شاء الله يكون بيع موفقة بإذن الله، وإن شاء الله ألف مبروك للمشتري، وهيكون لنا بالتأكيد تعامل تاني مع مكتب زي حضرتك. ميرسي لحضرتك أستاذ محمود. بالإضافة لكلام أستاذ أحمد، الديل كان ممتاز جدا، على طول خلص بسرعة، وأتمنى لو في إن شاء الله ديل تاني ومعاك إن شاء الله في الشركة إن شاء الله. أشكرك، تشرفونا في أي وقت وتحت أمركم في أي سؤال، ومرسي لكم جدا، مع السلامة.